الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة طيو في يوغي لحد برامج كان سؤالها رمضان كأي الشيخ أحمد علي ظاهر ضوضيال كسر دواد قيبت لحد مقال كي سؤالها وما انترى عن ذلك كسر قد بين انا تشنى الكديح هدي اعطاهاي ضوضك عصب ركوما معميلنا قلنا قصي عاد ولسو عتيد وحيوا بضان وفائدة كوله وتشنى لكان كسر عنيا قوار ايا نسوي ديسي سؤال أيضاً مركز سؤال شيء ضايت هاي وأنا سؤال شيء كوادي برامجك نهدي عن صفره ما دام صفر قفك مسافر كله قولي هاي إنه أفره أنا وأنا أنسوي مكره كأي فضي بدن إنا صومو إنا أفره أنا مسافر أنا مسافر إنا صومو إنا أفره كأي فضي بدن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال شو حوية قفك مركو مسافر يا وحلا أقلا إنه أفره مركا إن أنا أفره الرخصة استعماله هي إن أنا صامو أو صان كيس كوتو كوا إيفا لبدن ومسألة خلافية قفك وحلي هذا مسافر كائن صامو هي إنه أفره كوا في لبدن علماء القروح رجحان وهي رضا وحوف لبدن إنه أفره هاي واحد جل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري ليس من البر الصيام في السفر بعد نمط كم من معهن صان حوي لو صام سفر كده حديث واحد جل النبي صلى الله عليه وسلم تلا شجدة يو صامن سفر أيوة كتير أو حليه صامنا إنه يري أولئك العصاة كواس وعاسين با مركع علماء قاروا حرجحان إن لا فراء الرخصة للاستعمال إن يقف في البدن تهي قارك الله وحي لذن مي إنه صام فضل بدن وأيو إلهي وحي ري وأن تصوموا خير لكم إن صمتان با إذن خير بدن وحجر علماء يو جمعية لا بدا دليل أيضا هذا ركا ظاهر كذا في ريسيد محمد إن صام إن فضل كشويس حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصف شكنا ليس من البر الصيام في السفر بارنامج كم من ماهن إن لغو صام السفر كانه محمد إنه شكي إلا فرين فضل بدن تحيب قارب مركع علماء الجمعية وحي رادين سفر كغفك وقال يا هدي ويا سفر وريب كلا كل مايو وحافل لبضان انو افرو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر نه محمول على ذلك ارنت صلى الله عليه وسلم هدي وصن سفر كغفك وريب كلا كل مين سيدا هذا عادي انا كتيرناو كلا باور بضاك سفر يا حاليا يا باور كو حاليا مكيف كي سادو سكرش دي هاي باور سكر راحة ويا هاي وحبت وصقفوا دريمين مركز كان علماء وحيدين وحافل بدن إن وقف الصوم أو حساقة آية القرآن كذا وأن تصوموا خير لكم مركز الله هذا دليل آية القرآن كأي حديث كأي كلا أولين من دوا مركز وقف السفر كأو كلا كل مريب من دوا مركز كلا كل مين جوارد سائلة دام مركز سفر كذا كهل يسوي وميت كان دم وحا أخير بدن إن يصوم طه وأن تصوموا خير لكم سيدا سانا الله هذا حليل هذا علماء دم السدري غيمرين با إلى أسبابه وأيوة وطريق لو كل من أيوة أدي الذي أو قال دليل كسبع محل بلد تيجي مركا جورا سكر وحوف اللي بدن إن يصنطه وأن تصوموا خير لكم بعد يجري إن صنطان بعد يجي خير بدن صنك مركا قف مركا وجي هاي سفر كيس وسفر عندي بدن إنه وحلا يا صماء وخير بدن والله سؤال شيء لبعد سائل كلا يسون نستوي دي أنا قص صومن بعد ما تجي بيري ما تجا مركا صنك يجبرني يا ماما فسون كي مو حنا قنا يا ميد أن مركا أن أنصح هين هدي أن متوه متجا خوف كا حليا ذا صايم كا صامن يا ومتوه على ما ذا حيوك لقاذن لبا أيوة دل السنة يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كيس متجا خوف وسوي اسمه تشيء يا ميد صار عفي قف وقف ترن حنوسن متجا صار عفي قفنا وقف سو اسمه تتيه ومتق سو اسكر هذه قف كي مركب متق وصار في قف كاسي صنكيس وصحيح مبرين وصحيح هذه قف كسو اسمه تتيه ومتق سو اسكر هذه قف كاسي صنكيس وبرية وصمتها متق لاسمه تتيه وكم دي هاي حيابها صنك قف كا صمن صنك كبرية النبي صلى الله عليه وسلم في من ذرعه الغيء قف كي متق وصار فليس عليه قضاء قف كاسي كركيس قضاء معهن أو كما قال صلى الله عليه وسلم متى قف صادفه
qofkaasi qada laguma leh sanki soo si dhamaystiranaya man istaqaa falyaqdi qofkii laakiin asagu ismatajiyo matag asagu iska raadiya qofkaasi soonka qadeeyo idan marka masaladaasi waxay ku xiran tahay qofku haba siduu ahaa haddii asagu mataga iska keenay waa ku afuraya oo arrintaasi waa arrin burisa soonka haddii uusan asagu iska keenay mataga uu soo dhaafayne qofkaasi qada laguma leh waayahay sheekh ajari xasanad allah kaa siiyo sidoo kaletana saa'iliintiina soo weydiiyey su-aalaha jawaabahoodii waxaan u siin doonaa ducadiyada sida sheekha uu hadda idin kugu jawaabayo waa su-aashii saddexaad oo saa'il kale oo weliba dumar ah ina soo weydiisay sheekh gabadhaana waxay tidhi bishii barakeysan ee ramadaan iyadoo lagu jira ayaa waxay ku soo aaday xilligii aan heli jiray caadada ama dhiigga caadada waxaan rabaa inaan bisha ramadaan aysan iga go-in oo aanan bisha qalal igu yeelan marka ma cuni karaa daawo aan ku joojinayo caadada sidaysan ramadaanka iigu dhicin baan rabaa inaan joojiyey tidhi si aysan ramadaankan ii dhaafin oo aysan qalo iigu noqon marka daawo ma isticmaali karaa aan dhiigga ku joojinayo si aan ramadaanka u wato bisha barakeysan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasali allahuma calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi ajmaciin isticmaalka daawada loo isticmaalo si iska joojiso qofku addowratu shahriya hata waxay ku khasban tahay maahan in ay soonkii wada dhammaystirto haweentaas kuma ay khasbana soomkii inay wada dhammaystirto oo haddii ay timaado caadadii ama addowratu shahriya haweentu ruqsa ilaahai subxaanah wa tacaala uu siiyey bay haysataa ma ay ahan marka markay ku timid caadadu inay qoftaasi dembi gashay iyo kiis inay gashay taa marka laga soo gudbo kaniniga isticmaalkiisu wuxuu ku xiran yahay kaniniguma leeyahay khatar caafimaad daawada qofku isticmaalayo haddii ay tahay daawo khatar caafimaad leh ma isticmaali karo waan xaaraam waayo qofku jirkiisa iyo naftiisa iyo caqligiisa midna waxyeeli kara waxyeelaya xaaraam bay ka tahay inuu isticmaalo naftiisa qofku waxay ku tahay ammaano xurmayna leedahay xurmada nafaf kale ay leeyihiin oo kale leedahay naftiisa marka iyo jirkiisa sida bin aadamka inuu wax u yeelayo aan lagu ogoleyn baansana lagu ogoleyn sida awada marka daawada qofku isticmaalayo ama kaniniga u isticmaalayo haddii uu leeyahay khatar caafimaad xaaraam waxaa ka ah qofkaas inuu isticmaalo haddii uu yahay mid aan la aqoon inuu khatar caafimaad leeyahay iyo inuusan laheenna sidoo kale iyadana looma ogola wax uusan qofku ogeyn waxay yihiin inuu isagu qof khatar dhaxa weeye inuu naftiisii uu halyaado iska isticmaalo shul ama shal ku galo waxaa la yidhaahdo haddii la xaqiijiyo inuusan wax caafimaad khatar caafimaad inuusan khatar ku ahayn wax dhib oo caafimaad inuusan lahayn haddii la xaqiijiyo dhibadu dhakhaatiirtu ay xaqiijiyaan oo yidhahdaan kaniinigan wax caafimaad caafimaadkaada uu yeelaya ma jiraan markaasoo kale waa la ogoliya laakiin masaladan waa masalo u baahan in la iska xaqiijiyo iyadoo qofku uusan ku khasbaneen inuu waxaa la yidhahdo ramadaanka ay wada dhammaystiranto oo haddii ay caadada ku timaado oo kale ilaahay ruqsa uu siiyey inay qar iska rido lama rabo waa la rabaa inay iska hubiso arrintaas waxay caafimaad xaqiijisay hadday helayso oo meesheeda haddii kale inay isticmaalin baa laga rabaa marka masalada waxay xukunka ku wareegayaa daawada qofku isticmaalayo ma leedahay dhib caafimaad mise ma leh haddaysan dhib caafimaad lahayn waa loo ogolaya hadday dhib caafimaad leedahay markaas looma ogolo waa xaaraam wey waayahay waxaynu soo gaaray su-aasheeda ugu dambeysay ee barnaamijka maalin walba aad ka daawataan channelka deex tv haddii aad markaas su-aalo qabtaan ama su-aalo aad haysaan ramadaanka ku saabsan waxaad nagu reebi kartaan commentiga annagoo idin weydiin doona sheekha duca la yidhaahdo islamarkaasna uu idinkaga jawaabi doono sida hadda aad u arkaysaan dhegeystayaashu ay noo soo weydiiyeen maalin walba aad u heli doontaan jawaabtiina duca la yidhaahdo haddii aynu u gudubno su-aasheeda ugu dambeysa daawado kale ayaana soo weydiiyey bisha ramadaan waxaa la sheegay in la niyeysanayo ramadaanka soonka inuu niyo u baahan yahay marka wuxuu leeyahay saa'ilkan ama ninkan su-aashana weydiiyey ma xilli u go-an oo soonka la niyeysta ayaa jira mise habeenka oo dhan xilligii laga rabaa laga niyeysanayaa ilaa maqribka ilaa waagi intuu ka bareeyey xilliga suxuurtoo kale xilliga rabaa la niyeysanayaa mise waqti u go-an baa jirta oo la niyeysto bismi illahi raxmaan raxiim su-aasha jawaabteeda waxaa weeye xilli u go-an baa jirta xilliga u go-an waxaa weeye waa ooga inta ka horeysa
soomku hadii uu yahay soom farada, qofku soomka uu soomay hadii uu yahay soom farada, waxaa laga rabaa qofku oogu intusa dilaacin in uu waxa la yidhahda niyeysto. Nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu lahaa man lam yubayit siyaama qabla alfajri falaa siyaama lah. Xilliga u go-an waxa weeye waa fajarka ooga inta ka horeysa. Habeenka dhexdiisa xilli oo go-an oo gaara ma jiro. Habeenka dhexdiisa xilli oo gaara oo go-an ma jiro. Laakiin waxaa la rabaa soonka faradka waagu inuusan ku baryin, oogu inuusan ku dilaacin isagoo aan niyeysan. Soonka sunnaha ah isaga waa ka duwan yahay sidaas oo isaga inta ka horeysa qoraxda wareegideeda ay dhinaca dhicidda u wareegeyso. Haddii uusan cunin waxaa la yidhaahdo wax hadduusan isticmaalin wax soonka ka hor imaanayo oo wax afurinaya hadduusan isticmaalin waxaa loo ogolyahay inuu iska niyeysto. Soonka sunnaha isagoo uma baahna habeenkii qofka inuu barisiiyo farqadii uu iska niyeysan karaa hadduusan subaxa isticmaalin wax soonka ka hor imaanaya. Sida marka su-aal jawaabteeda waxaa weeye soonka haddii su-aashooda ay tahay waxaa la yidhaahdo habeenka dhexdiisa xilli u go-an miyaa jira waa may. Haddii ay tahay waxaa la yidhaahdo siisa xilli u go-an miyaa jirana guud ahaan waa jira xilli u go-an oo waa haddii soonka uu farad yahay waa oog inta ka horeysa ina niyeysto. Waayahay daawadayaal, inta waxaa noogu soo ilaaday barnaamijkeenii lixaad ee su-aalaha ramadaanka aynu weydiinayna Sheekh Axmed. Haddii aad su-aalo qabtid waxaa noogu reebin kartaa commentiga, ayaad noogu qori kartaa si aynu markaa u weydiino sheekha islamarkaasna jawaabahaaga aad u heshid. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir channelka Deex TV islamarkaasna ka bogo su-aalaha iyo weliba barnaamijyada xiisaha badan ee ka soconaya. Intaynu barnaamijkan ku kulmayna barnaamijkiisa haddii eebba yidhaahdo maalinta beri ah, waxaynu kaga tegaynaa sidaas nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.